الحمد لله الذي والى السنين عاما بعد عام فقضى فيها بما شاء من الأحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو العلي العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه فاتبع شرعه واقتدى بسنته واهتدى بهداه أما بعد أيها المؤمنون إن لكم زادا وإن خير زادكم التقوى قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا أيها المؤمنون ربكم واتبعوا شرعه وتمسكوا بدينه واعلموا أنكم تستقبلون الآخرة فمن اتقى في هذه فاز في تلك واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى بلغكم شعبان وهو شهر بين رجب المحرم ورمضان المعظم من عدة الشهور التي كتبها الله 12 شهرا قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وإن هذا الشهر الكائن بين يدي رمضان موسم للعمل الصالح وأعظمه الصيام قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان لمنزلة التوطئة الممهدة بين يدي صيام شهر رمضان فصيام شعبان ورمضان بمنزلة النافلة الراتبة بين يدي الصلاة المفروضة وإن العبد إذا تقدم إلى صلاة الفرض فصلى الراتبة النافلة بين يديها قويت نفسه على الفرض وتهيأت له وانتفعت به أعظم الانتفاع وكذلك يكون في صيام شهر شعبان بين يدي شهر رمضان فمن استكثر من صيام شهر شعبان تهيأت نفسه وقويت روحه استعدادا لصيام الفرض في رمضان فينبغي ألا يبلغ العبد نفسه من صيام أيام في شعبان قدر وسعه وإن قدر على صيام أكثره فكذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأكد الصيام فيه من كان عليه قضاء فمن كان عليه شيء من رمضان الفائت لم يقضه بعد فإنه يجب عليه أن يقضيه قبل دخول شهر رمضان وآخر الشهور التي تكون محلا للقضاء شهر شعبان ولا يجوز للعبد أن يؤخر ما عليه من القضاء من رمضان المتقدم حتى يدخل رمضان القادم فإن ذلك عليه محرم فاستكثروا رحمكم الله من صيام النفل في شهر شعبان ومن كان عليه قضاء واجب من رمضان الفائت فليبادر بقضائه فيه واعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منه فقال صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم أي إذا اعتاد العبد صيام أيام وافقت ما قبل رمضان بيوم أو يومين كمن عادته صيام الاثنين والخميس فوافق ذلك آخر شعبان فلا بأس أن يصوم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك فصوموا من شعبان قدر وسعكم وقرنوا صيامكم فيه بقراءة القرآن فإن قراءة القرآن فيه معظمة عند السلف رحمهم الله وهي من دينهم الذي أخذوه عن الصحابة فقد كان مشهورا عند التابعين تسميتهم شهر شعبان بشهر القراء ذلك أنهم يستعدون فيه لشهر القرآن الذي هو رمضان كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيبادر العبد نفسه بقراءة القرآن في شعبان
لتقوى على قراءته في رمضان فتستكثر من القطنات فيه رجاء الأجر والثواب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.